السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. حبيت اليوم اسوي لكم طريقه عمل اكله تركيه كلش طيبه وسهله، وان شاء الله مكوناتها متوفره بكل بيت. انا هنا اليوم راح استخدم باذنجان حجم كبير مثل ما تشوفون هذا الشكل، راح استخدم عدد 2 لان احنا عائلتنا صغيره مثل ما تعرفون. بستخدم بصله واحده، طماطه حسب الرغبه، فلفل الوان حسب الرغبه اللي متوفر عندكم، ما متوفر استخدموا بس الاخضر، ما تحبون الفلفل بالطبخ لا تستخدمون فلفل. لحم هنا عندي تقريبا ربع كيلوغرام من اللحمه وقليل من شحم اللية، أنا ثرمته بالماكينة. عندي قليل من المعدنوس، وعندي هنا البهار 7 بهار، وبابريكا اللي تكون حلوة، وفلفل أحمر اللي يكون حار. طبعا هنا أخذت من البهار نص ملعقة كوب اللي تكون صغيرة، ما عدا الفلفل الأحمر ملعقة شاي. نحتاج إلى الملح، نحتاج للصلصة معجون وكاتشب، ونحتاج للصلصة بالإضافة إلى المعجون والكاتشب، راح نخلي لها شوية بابريكا وشوية فلفل أحمر الحار. نحتاج إلى جبن، أي نوع جبن عندكم مبروش، من اللي يذوب أي نوع، يعني لا تقيدون نوعية. هذا عندي أنا بارشته وخليته بالمجمدة ساعة الساعة أطلعه وأستخدمه. تقدرون تستخدمون من هاي النوعية، أنا دائما أجيب من عنده وأستخدمه، هاي اللي تكون في هذا الشكل طبقات طبقات، يعني أي نوعية بس يكون جبن يذوب اللي متوفر عندكم استخدموه. ونبدي وياكم طريقة العمل. طبعا نحتاج الى الزيت، اذا تحبون تقلون الباذنجان، اذا ما تحبون تقلون الباذنجان شوشوي بالفرن، تحتاجون الى قليل من الزيت. بصراحة انا احبه، وهم الاتراك دائما يسووها يقلون الباذنجان. اللي ما يحب الجبن لا يضيف الجبن، عادي ماكو اي مشكلة. احنا هسه عائلتنا ناس تحب الجبن وناس ما تحبه، فاني قسم راح اضيف له جبن وقسم ما راح اضيف له جبن، فانتم هذا شيء اختياري. إلى نصين. إذا الباذنجان تركد بهالشكل هذا خلاص، إذا ما تركد تحاولون تقصون من القشر شوية تاخذون حتى يصير قاعدة. هنا راح آخذ الباذنجان وأخلي له كمية من الملح اللي تخليه يتملح من داخل، لأنه كلش تخين مثل ما تشوفون، وحتى يذب المي مالته وما يسحب لي الدهن كثير، لان اني بعدين راح اغسله، فلا تخافون من كميه الملح راح يروح بالغسل. هنا الباذنجان راح اتركه فد نص ساعه تقريبا الى ساعه، وبعدين ارجع اكمل الطريقه وياكم. بعد ما جهزنا كل شيء خلينا الباذنجان على صفحه حتى يتملح ويذب المي مالته، بنسوي الحشوه. هنا طبعا ما راح اضيف زيت لان اني عندي شحم ليه راح اضيفه بالبدايه واخليه يحمس شويه. طبعا انا هنا الشحم مخلوط ويا شويه لحم بس ما ياثر، عادي ماكو مشكله. ابقى احمس به الى ان يذب الدهن مالته. طبعا شحم اللي ينطلع عن كلش طيب لهاي الاكله، اطيب من نظيفين زيت او دهن، والشحم اللي مثل ما تعرفون يعني غير مؤذي. مثل ما تشوفون انا ما اريده يتحمر، مجرد يذب الدهن مالته راح نضيف البصله ونحمسها. طبعا هنا البصله ثرمناها ثرم ناعم، تبين تبرشيها براحتك، بس البرش راح يذب المي مال البهار ترى يكون افضل. راح نبقى نقلب بيها الى ان شويه تذبل، بعدين نشوفكم باقي الطريقه. هنا واحنا نحمس بالبصله راح نضيف البهار حتى نحمسها وياها. أقلبها لمدة دقيقة وبعدين أضيف اللحم. هنا أبقى أحمس باللحمة إلى أن تتكثف عندي ويتغير لونه. هنا بعد ما تغير لون اللحم مباشرة انصب النار على انسى درجة، اخليه يذب الماي مالته يستوي هو على راحته، ما اضيف عليه ولا نقطة ماي، خصوصا اذا اللحمة صغيرة، اذا اللحمة كبيرة لازم اضيفوا له شوية ماي. هنا راح اضيف له طماطية واحدة ثرمناها ناعم، هو اللحم راح يستوي مع مي اللحم اللي نزل من عنده مع هاي الطماطية. تحبون تضيفون بهالمرحلة معجون تضيفوا، ما تحبون براحتكم، انا راح اخليه بس للصوص المعجون والكاتشب.
تحبون تضيفون ويا الحشوة الفلفل براحتكم، انا احب بس للتزيين اخلي، هو الفلفل ينطي طعم كلش طيب للتبسي. راح نغطيها ونتركها الى ان تجهز عندنا، تقريبا تاخذ ربع ساعة او اكثر، لان احنا هم راح ندخلها للفرن. اذا ما عندك فرن تقدرين تسويها على الطباخ هاي الاكلة، ماكو اي مشكلة. تستوي الطماطم تنهرس شوية ويستوي اللحم عندي، راح نغطيها ونرجع لكم بعد ما نجهز الحشوة ونجهز الباذنجان. بهاي المرحلة راح نضيف الملح، الملح حسب الرغبة. نتركه الى ان ينشف المي وهم يستوي اللحمة، ونرجع نشوفكم باقي الطريقة. هاي الاكلة كلش حلوة بالعزايم وسهلة، وتقدرين تحضريها قبل بيوم وثاني يوم بس تشويها بالفرن، او تحطيها على الطباخ وتسويها وتقدميها للضيوف مع الغداء او العشاء. وبما انه جايينا شهر رمضان، بالخير والصحة والعافية علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، نحتاج نسوي اكلات اضافية نزين بيها سفرتنا برمضان. وهاي الاكلة كلش حلوة وسهلة وغير مكلفة، يعني بربع كيلو لحم سوين تبسي باذنجان كلش طيب. وصلنا لهاي المرحلة، تقريبا استوى عندي اللحم صار بهالشكل، راح اطفي عنه ونروح نكمل الباذنجان. نغسلنا الباذنجان من الملح، هسه نجي نعصره. طبعا احاول اقلي باذنجان من جميع الاركان حتى يستوي عندي مثل ما تشوفون. اقلب بيه على الاتجاه والاتجاه، طبعا النار متوسطة تكون حتى ما يستوي بسرعة من فوق ومن داخل يبقى ما مستوي. احاول انزل اكثر قدر من الزيت ما اخليه بالباذنجان. بعد ما كملنا الباذنجان صار عندنا بهالشكل، نجي نفتحه شوية. هنا صارت عندي الحشوة بهالشكل، بدت شوية ضفنا له المعدنوس. نضيف طماطة بالوجه، شرائح أو حلقات من الطماطة. نضيف فلفل أحمر وأخضر. هنا نحضر الصلصة، ملعقة أكل من المعجون وملعقتين من الكاتشب، قليل من الفلفل الأحمر الحار، وإذا ما تحبوه لا تضيفوا، وقليل من البابريكا. كمية المي على حسب التبسي مالتكم. طبعا وما ننسى قليل من الملح، لأن احنا مالحين كل المكونات مالتنا. هالشكل هذا جهزت، هسه راح ندخلها الفرن على درجة حرارة 250، نتركها من فوق ومن جوا مشتغل. فرنكم ما يشتغل من فوق شغلوه من جوا، بعدين شغلوه من فوق إلى أن تنشف هاي الصلصة ويشقر شوية، بعدين إذا تحبون تضيفون الجبن. أدخلها الفرن وأرجع لكم. هنا بعد ما صارت عندي بهالشكل هذا راح أضيف الجبن. راح ارجع ادخله الفرن مدة دقيقتين ثلاثة بس يذوب الجبن وارجع لكم. وهذا بعد ما جهز عندي التبسي صار عندي بهذا الشكل، اتمنى ينال اعجابكم.